للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أيمن، أنت الأقرب إلى الحدث، صف لنا المشهد لديك. نعم، الدعوات يعني الأممية والدولية وغير ذلك توالت في يعني على مدار فترة الحرب وتحديدا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بضرورة إسراع وتيرة يعني إدخال المساعدات الإنسانية. آخرها كانت أيضا يعني الدعوة قبل أمس لمجلس الأمن الذي دعا في إسرائيل إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكانت هناك يعني أمس دعوة أخرى من المتحدث الرسمي لليونسيف بضرورة تيسير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل يعني المجاعة التي بدأت هناك بالفعل وأصبحت يعني تؤثر تأثيرا مباشرا على الأطفال، وكهذا كان له انعكاس كبير بأن يموت 23 طفل جراء هذه النقص الشديد من الغذاء. وهذه يعني تصريحات هامة في ظل الضغوط الدولية التي تمارسها مصر آخرها، وطبعا كانت دعوة وزارة الخارجية المصرية بضرورة إيصال المساعدات ووقف الحرب يعني في قطاع غزة. الجهد هنا من داخل معبر رفح البري لم يتوقف، وهناك أيضا يعني سواء بإدخال المساعدات الإنسانية أو أيضا استقبال الجرحى والمصابين. اعتدنا في كل صباح بأن تصطف يعني الشاحنات أمام معبر رفح على جانبي الطريق تمهيدا لدخولها إلى يعني معبر رفح، سواء يعني الشاحنات الوقودة التي تدخل بشكل مباشر دون أن تخضع لعملية التدقيق، أو أيضا الشاحنات التي تتجه من الطريق الحدودي المصري إلى المعابر الإسرائيلية يعني لتخضع لعملية التدقيق، ومن ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى إلى معبر رفح. جدير بالذكر بأن هذا السبت هو عطلة رسمية لهذه المعابر الإسرائيلية، وبالتالي هذا يؤثر تأثيرا مباشرا على أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة تحديدا من معبر رفح، لأن الشاحنات تذهب إلى منطقة العوجة لتخضع لعملية التدقيق في المعبر الإسرائيلي، ومن بعد ذلك تعود مرة أخرى إلى معبر رفح ليسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. ما يدخل اليوم من خلال معبر رفح هم من خضعوا يوم أمس لعملية التدقيق، ومن ثم بعد ذلك يعني يتم إدخالها في هذا الصباح. ويعني هذا ما شاهدناه تباعا من التيسيرات المصرية التي تقدم على قدم وساق لإيصال هذه المساعدات الإنسانية التي تم أو الموافقة عليها يوم أمس من الجانب الإسرائيلي. بجانب ذلك يستمر معبر رفح في استقبال الجرحى والمصابين على مدار اليوم، وأيضا المرافقين الذين يعني تخصصت لهم مصر أماكن للسكن في منطقة العريش أو في مدينة العريش يقيمون بها يعني أثناء فترة علاج يعني المرضى والمصابين الذين يعني سمحت أو تمكنت مصر من استقبالهم عبر معبر رفح، ومن ثم بعد ذلك حولوا إلى المستشفيات المصرية ليخضعوا لعملية العلاج. آلية إيصال المساعدات إلى معبر رفح لها يعني آلية وضعتها مصر، وهي بداية من استقبال المساعدات الإنسانية في مطار العريش، ومن بعد ذلك تحويلها إلى يعني إلى المخازن التي خصصت في مدينة العريش لتصنيف هذه المساعدات. وإن كانت الأولوية حسب التنسيق من الجانب المصري مع الجانب الفلسطيني للمواد الغذائية وأيضا المواد الإيوائية وأيضا المساعدات يعني الصحية والأدوات الصحية في ظل تردي الوضع الإنساني هناك في قطاع غزة وتحديدا في منطقة الشمال التي تعاني من حصار محتدم أو حرب ممتدة يعني اقتربت من يعني شهرها السابع أن ينتهي. نتحدث أيضا يعني بعد ذلك تقوم هذه الشاحنات بالتوجه إلى المنطقة اللوجستية التي خصصتها مصر لاستضافة هذه الشاحنات لتستعد أو تصطف هناك، ومن ثم بالقرب من معبر رفح يعني تبعد بحوالي 1 كيلومتر لتصطف بعد ذلك صباحا في كل يوم لتتوجه كما أشرت إلى يعني المنافذ الإسرائيلية لتخضع لعملية التدقيق، ومن بعد ذلك تعود إلى معبر رفح. هذا يعتبر من العراقيل التي يعني وضعها إسرائيل في إيصال المساعدات الإنسانية تحديدا من معبر رفح، سواء يعني بمرور هذا اليوم بأجازة رسمية في المعابر الإسرائيلية، وبالتالي لم تزداد أعداد الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم نظرا لأن الأعداد المتبقية من يوم أمس هي التي يسمح لها بالدخول في صباح اليوم. نتحدث أيضا عن بأن هناك أيضا مساعدات
الجانب الإسرائيلي يقوم برفضها، وهي تأتي من ضمنها ألبان الأطفال. وحينما نربط ألبان الأطفال أو المواد، وهي المواد المادة أو الغذاء الأساسي للأطفال، انعكس بشكل كبير على يعني أعداد الأطفال التي بدأت أن تتوفى جراء أو نتيجة يعني هذا النقص الشديد، حسب ما وصفته المتحدثة الرسمية لليونيسيف يوم أمس. نعم أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة من معبر رفح.